يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرس جين السدحات من دروس شرح متن تحفة الأطفال في علم التجويد. وحين سوق أظني درسه كان كهريي بابك أحكام النون الساكنة والتنوين، كذا النون والميم المشددتين. وحين وسو حري بابك كلاها باب أحكام الميم الساكنة. عاود درسه إن شاء الله تعالى وحكم لام دونا حكم لام ال ولام الفعل، وكذلك بابك سغنا في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، كذا أقسام المد. انت إن شاء الله تعالى وعاود درسنا عين دونا هدو الله قدره. قال الإمام رحمه الله تعالى: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. شيخ هل كم حكا قال دونا لام تلو يقانو لام التعريف حكم كإسكالة دهي مركة أي قرآن كريم كأي دعضو أي حروف تهيجايق كهر مرتو، وكذلك لام تلو يقانو لام الفعل إيوم وحين قدر دونا إن شاء الله تعالى لام الفعل سوى مركة وحكرة بها فعل كي مضارعها، وكذلك فعل الماضي وفعل كذلك الأمر، ولام تاسم جيدا نقشا لام الحرف وشيخ هلك منكو شيخين انتاس أيو إن شاء الله تعالى باب كان وقوم تاني هاي منك قهل دونا وعقو لمركا شيخ للام أل لام تأل وحاوس ناضي، وأنا خبر مقدمة حالاني لبا حالة قبل الأحرف حروف تهجائي جيس جيدي لباتنك كهر مركا يدعى دو وحاوس ناضي لبا حالة أي أقول المامن تهي أما أقول في سنتي أولاهما أي أولى الحالين لبضع حال ضاب حال الدكوبار أوه الرئيس إظهارها ها أولام تي ال وإن لم وجيو أو لقم وجيو حروف تي هجاي كده بدعاء إيه فلتعرف قرامر كحكم كاس للام ال لام تال وحاوس بنعرف كل شيء حالاني لبح على ضاد قبل الأحرف في حروف تهجائك كهر مركا لام تصير دعضة ولام تهرين إسا حروف تهجائك المركا ويكذا برد عيان لبح على ضاد أي كنت المعمن تهي أولاهما أي أولى الحالين حالة كوبات أول أول حالتي لام التعريف إظهارها وإن لم تلموجيو والله قم وجي مركا حروفتي كدم بيسي اي فلتعرف اي فلتعلم ايها القارئ قارئنا وقرا ارنك النوع عاسى سفي عن ولبا افهن او قرا بقول والكين كقرانا يا قبل اربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه قبل اربع افر كهر مع عشرة يضع لقبه وافر يطمنه خذوا حقارتانيا علمه أي علم العدد حروف عدد كوكا أقول تيرا هل كان كقاضو من يبغي حجة كمركا كقاضو وخف عقيمه وحالة دي كوبات حكم كيدنو أها الإظهار حروف مركا كدبر لعدونتا لام تا ال التعريفية اللام أما ال المؤثرة أي محاطو يقانان وحوين حروف تكتبنا عيسى وحين نقول أفرية طبعا أفرية طبعا كاسوح كوسا الرية بيت كان سيدا وردان طيب وقادا مركا إبغي حجك وخف عقيمه ومركا الأخرية بيت كان نقل بالوسمين من إبغي حجك وخف عقيمه
وأفر طبعا والهمزة وكذلك الباء والغين وكذلك الحاء والجيم والكاف والواو والخاف والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء وأفر طبعا أفر طبعا كلام التعريف كمرك يكهر بعض مد كملي أي بمعنى حروف تنهل كدما يمر اللام تنهل كهراء يمرتو واللغم موجين إياه بمعنى تظهر عند لام التعريف هي الواردة في العبارة السابقة إن ورس وشغنة ابغي حجك وخف عقيمة تصالها فبالمثال يتضح المقال لام التعريف همزة كدبر عضي أما همزة لام التعريف كدبر عضان سكالو دقنو الإيمان وكلا الإيمان والموجين إياه ودليله في المصحف علماء الضبط ودلالين وحيدول دقان سكون سكون كاسو على رأس ماذا الخاء إن دركتم ويان ساسا الله دول لقى خاء مدحيب الله دول لقى بمعنى خفف مركا قاب معبا انت سو قاب مركا الله قرى مركا ضبط جينا انه قرى المصحف المدينة وحوين على رأس الخاء وبمعنى سكون هو من التخفيف مركا وحتكو قرانا سا مصحف كماركا سكون كاسا دول أولياء الإيمان وكذلك الباء البيع وكلي تصالهان والغين الغاشية والحاء الحاقة والجيم الجحيم والكاف الكافرون والواو الودود والخاء الخير والفاء الفجر تصالهان والعين مثل والعاديات والقاف مثل القمر والياء مثل اليقين والميم مثل المجيد والهاء تصالهان الهدى لامتي وتهاء وكتبت كل هذه الأمثلة تظهر اللام هذه كتبت عن حروف أفرية طمانكي ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي ثانيهما أي حالة اللبان أي الحالة الثانية بكذا قنت هاي لأن لما حالوا هلك وين نوصل شعور يقول للام الحالان ثانيهما أي ثاني حالتي لام التعريف بكذا قنت إدغامها هؤلاء توهين لقوا إدغامه في أربع أفر لحدين هي وعشرة هي طبعا وأفر هي طبعا أيضا مر اللبان كنا قنبي بمعنى مركي هرنا أفر هي طبعا بيه هذانا وأفر طبعا أيضا توح كأي ضينا يا أفر طبعا كي هري وكور قبل أربع مع عشرة خذ علمه وهنا قال ثانيهما إدغامها في أربع أفر بالو إدغامي هي وعشرة هي طبعا وأفر طبعا أيضا مر لبعض كنا قلنا وفعي حفظ رمزها أفر طبعا ك تلمام تيدا أما ما يشاء الغبو إشارة يحفظ بوكولية وهل كان كحفظيا ومن البيت التالي طب وناك سنو أما حرف الطاء ووحي نكاق هذا أول كالطاء والثاء إلى أنت نكرمين طب ثم صل روح من تفز ضيف ذا نعم دع سوء ظن زور شريفا للكرم وأفري طبعا حرف الطاء هذا تكبي لو ذيت إلى حرف اللام وللكرم معاندنا وحيدا علماء الطب وناسنا وقفي عنق وحلال قوتها ثم صل حليلي كد من مركا روحمن قرابضنا حليلي تفوز مركا وقولي سلي ضف من الضيافة ويان مرتقلي ذا نعم قفك نعمك وصاحبك وحوية نعم الدنيا نعم آخر هذين نقطبة قف الصاحبة وحوية مرتصور بكلية دعسوا أظن وحالي سلتك ملاحهم ملاحهم ذاتك لقمان مريسو إلهنا وإن قرر يا بي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا إيه من الظن إن بعض الظن إثم دع سوء ظن زر زيارة شريفا قف وناسا أولي الكرم وصاحب كرامه مركا كان زيارة وكلية لكن معانده وقصعده ما هن انت سوى حروفتي لو يقاني حروف القمرية أما حروفتي لو إدغام اللامتا أيابو هالكم فوقو أورنية أفري طبعاً كحرف هذي اللامتي كدبا دعان لامتي وحا لو إدغام يا حروف تامد كميدا أفري طبعاً كوضا دبا دعماية هدو مد كميدا تصالان حرف الطاء هذي كدبا دعوة تصالها الطامة الطاء هذا
لحن جلد مركب ونقنع الطام، وعلامته في المصحف الشدة فوق الطاء حرف كي مركب ولا قتة جي لام كي طاء الموضح تقول الأركسة تشديد سارن أما شد سارن حرف الطاء. والثاء تصال عن الثمرات الصراط يحروف انت سوها بمركة وقس على ذلك. انت مركو شيخ وكو شيخي لام تاكوبات ان لم وجن ايو لام طلبابنا لإدغام يبو حكوري. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وسمها وحاضرهم قعدرتا اللام الأولى لام تكوبات سمها وهم قعدر وإشغالة قمرية مثل أنا يمرك لام القمر كجرا عم تشبيه لو شبه يمرك وحويا حروفتي بالقمر واللام بالنجوم لكن معنا بدنا نصيب إنكم جرو. وسمها وحاضرهم قعدرتا اللام الأولى لام تكوبات وحاضروا ما قعدرتا سميها وقوم ما قعدر قمرية تلو أنا يمرك لام تا القمر كوجنتا سل اللام وجنية أي اللام وجنية بيكاد جنتاي. واللام الأخرى وسميها لا وسمي اللام الأخرى لام تا طنبنا وتيل إدغام يينة أيضا وحاضروا ما قعدرتا سميها شمسية مرتا لام تا لو أنا يمرك وحويان الشمس بمرك هلكا وكا عبريا طهران وقمرية والموجن والإظهار تدنبنا وحويا والإدغاميا انت سويا حكم لام أل هل كاسين كقبحني لام الفعل وشيقه هل كان كبوذ قليا. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. وأظهرن موجي وعدي لام فعل فعل كلام تيسا مطلقا يضعون لك لقاقاتهم يعني فعل كاسم هالنقطة فعل ماضئة أما مضارع هالنقطة أما أمر هالنقطة في نحو قل نعم وكلك موجين قل إيو نعم ولكلك موجين وقلنا ينام ولكلك موجين والتقى يدنا ولكلك موجين فالتقمه الحوت وهو مليم تصالحان وقلنا مركب حل الديدة يا إن لم تنون تلقوا إدغام قل نعم تلات قل نعم ولم يقرأ به أحد من القراء وقلنا وقلنا تلات ها جزرنا كذلك في التنبيهات والكشرة جعلنا والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح ما له الكشرة واطيع وكلا لم تهي مركا والله موجنا يا وقلنا زرنك لم تنع إني رب الله سين ولا نبالغ سكت سين وغدلا لما يسوي إدغامي وقلنا والتقى قل نعم قل نعم قل نعم ديننا وقلنا عروت يرير بمركة كوبا لانتهاي مركة لاماتك السواكن في القرآن الكريم انت وشيخ وانه الشيخي وحين قدر انها انت وشيخي ايا مركة قيقيمين دوننا وخمسة انواع شيخ وحو الشيخي لبعن بانه الشيخي وهما لام التعريف ولام الفعل. ولم يتطرق في نظمه للحديث عن لام الأمر ولام الاسم ولام الفعل ولام الحرف. انت كقمون الشيكين لام كاللو يقانو لام تاسم يسكا قشا انك سيدة أشم بأي تهي تي أسماء قليسي وكذلك لام الحرف كمون الشيكين لام الفعل قال أمرك قيب مركا شيخ ونغسو قاتي مركا حكم كانوا صارع وليه وأظهرن لام فعل مطلقا ليس على إطلاقه وفعل كي أمر هذا حرف كلوه مماثلة وكذبه ما لامتي وقل إيه لام كلاده كذبت ماذا ولقو إدغام لإظهار ماي قل لا أملك اتصالها. وكذلك إذا أتى بعد حرف الراء وقل ربي زدني علما إلا أنه يوجد بعض الطرق تظهر وقل ربي وقل ربي ورد فيها عن بعض الطرق النافعية العشرية المغربية تامرك وتكبر السلام قف أخري هذا وقل ربي موجود لكن غالبية القراء من الشاطبية ومن الدرة ومن الطيبة الممتعة المهذبة كمس وأرور إلا هذه الطرق التي ذكرناها وأوردها الإمام أبو عمرو الداني في كتابه التعريف. نعم
وأظهرن موجي مركا وكليه لام فعل مطلق أو حين كسر رابنا لام تا هذه لام كلا يكذب بعض عضو لام موجين ماي أول إدغامي حرف الراء هذا كذب بعض عنا إيه أنا أول إدغامي وقل ربي زدني علما على أغلب القراء احترازا مركا وجكا صعر وريه طرق ذا إمام نافع طبعا طبعا طريق وليها مركا إمام نافع التي لم ترد لا في الشاطبية ولا في الطيبة الذي ورد في الشاطبية وطريق أبو نشير فقط وفي الطيبة جاء أبو نشير والحلواني أما هذه الطرق وحوى أبو نشير وشاري وكذلك وحاك فرعمي صدح وكذلك ورش صدح طريق بسيانك فرعمي دونه وأزرق وكذلك عبد الصمد العتقي وكذلك الإصبهاني أو الأصبهاني طبعا طريق ما معروفة يوسف الأزرق أبو يعقوب وكذلك منك اللي يقانو الأصبهاني أما عبد الصمد العتقي ليس مشهورا وكذلك محمد المسيبي أما محمد بن إسحاق المسيبي يروي عنه ابن المسيبي وكذلك محمد بن سعدان إمام العلماء وكذلك إسماعيل الأنصاري يروي عنه راويان أو طريقان ومنك لو يقانو أبو الزعراء عبد الرحمن عبدوس وكذلك أحمد بن فرح المفسر الضرير مركا قالون والله بأيكوه أصبحين إيو محمد بن إسحاق المصيبي أي الله بأيكوه أصبحين إيو ورش أي صدح كفر عنان إنت أسوقية صوت تضب معه تضب الله بك ليقوقية صوت سغال صوت معه وحريقي القاضي إسماعيل سيقوقية وإمسا طبعا كاس أي وحي كوريان إمام كلو يقانا نافع المدني السجع عشر الصغير اللي إذا أمرك العشر الصغير الصغرى والعشر الصغير والعشر الكبرى كبرى ما وحي اللو إلي ما هن صغرى دين وحي يرعو النقيس اللي قام وضع كبرى دين وحوين اللي قام وضع صغرى دين وحي دار علماء طرق دي ذا ير أكوبا تنكلنا طرق دي ذا بضن ها ومن جزير مركو كشي كينا يو وحوكوش والعاشر البزار وهو خلف إسحاق مع إدريس عنه يعرف وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع فهيزها ألف طريق تجمع نعم إلا كل طريق حوالي كل طريق فهيزها ألف طريق تجمع أو تجمع أنت سمرها قصة الرسا الكبرى سمي على هذا وليس يعني ارتفاعا على الصغرى كي لا يتوهم وبعض ينو عشر الصغيرنا وتامركا وحن ملايين ما كبر حيدر سجا إن هل كي أن مري لكن للضرورة هل كا لا مفعل تا أيابا يجلس لا مشى سهدبا لا مل أمرجا حدين الصغار دنا ولا متربا زائدة عن بنية الكلمة زائدة كنت أشوف ولكن كمون شيء تصال أهان ولا بد منا وحيد العلماء روح على جمارمانة النوع عاصى إن لقلوها المرة واو أو فاء أو ثم تصال أهان ثم ليقضوا ثم ليقضوا إنك السجران بعض القراء هو الله مقصد لي والله الصغر ها لكن إنك روات حصل كشكينا ثم ليقضوا فعل كان دنبه لام تاكشي لام الأمر كما كان ثم ليقطع فليمدد أكره لام تجرت ولام أمر وكذلك فالتقم يا فالتقى ربي نوشه وليوفوا تصالحان وليوفوا وليطوفوا وحكمها كلمات كان الشيخني الإظهار مطلقا لام تكلا وشيخ وهل كان نوشه ولام تكشا يدنا اسمك مقع وأنا لام ساكنة أصرية أسماء قار كتب أنا لقى هلا تصالحان وحين أنت بدل نقطة متوسطة ألسنتكم وكذلك ألوانكم سلطانا ألفافا وحكمها أيضنا الإظهار مطلقا لام كروح جرت لي لام الحرف وأنا لام تربا أيضنا
اللغة هلو حروف دا ولم تقع في القرآن الكريم إلا في حرفين ولم تقع هل وبل هل يبل وحويان هذي كده رضا عام حرف الراء وكذلك حرف اللام والو إدغام أنت كلامك كده رضا عام والله موجين يا والله إظهارين يا تصالان هل تربصون بل هم حكم الإظهار إلا المكدب يماد حرف الراء والله مكدب يمن بل رفعه الله تصالها وكذلك وحاصر وريه كله بل ربكم قال بل ربكم سمعا بل ربكم جاءت في القرآن لام كلوه إلا أكتب لها يا شيء لام بل بعدها حرف الراء أنت أين الشيء لا بد أن شيء ما أنت كلا يا شيء لا لام ومبهنة بل لا يخافون هذا لام قلت لك إيه لام بعدها حرف الراء بل رفعه الله يا بل ربكم بل كله أحسنتم ما شاء الله بران لكن هذا وحنو جلدين ودين والله موجنة يتاخ لوجوب الست عند حفص من الشاطبية فقط نعم ستدوى حكى لازمية الإظهار كلا بل ران على قلوبهم بل ران ست لطيفة مركا من غير أما من دون تنفس مركا رواية حفص مركا من الشاطبية وجوبنا وينو كم وجنة واي لام هل او را كتب الله على مين جرت يدنا هل وحرف الراء في القرآن الكريم هل او راء كتب الله هل واحد يعني عنده ذاكرة قوية يعطي لنا ما جرتها لا لم ترد في القرآن الكريم صوما نعم انا صوبا انا وصلنا كتاب الهي وحل بالله قهلي لكن بل انا اقول انت كوغا هي هل اي راء كتب الله في القرآن لم تثيرين أي مضنام بضن لما حرف أو اسكمدنا مخرجا وصفة ها هذي كل ما كهرنا وياي حرف حرف كن كلا أبلغ ما هلك وحوي دجالك إيه هلك وحوي قرالك إيه مخرج كبا لما ذا حرف محين أورنا متماثلين أما المثلين بن أورنا هلك سوشيك وتعريف كاي مبسي حكم كان هلك تموين أوكي شيء ندوانا المثالين أو المتماثلين وحويان الحرفان اللذان اتفقا اسما ورسما ومخرجا والله بدا حرف كولا دي حلك اسمك مقعاهان بقالك يمخرجاهان وصفة إلا انت بيصال الشيء دي إن اتفقا دي سوافقان حرفان لبا حرف ومحيس وافقا ينطلو في الصفات التلمامتي إيا والمخارجي إيا ميلاهي كسوبا حينا وبوصصكي فالمثلان ومتماثلين إن لي دادو أيا حق منامبرا فيما تحذر الله بضع حرف تصالها الباء مع الباء اذهب بكتابي وكذلك الكاف مع الكاف أينما تكونوا يدرككم الموت وكذلك مناسككم ومع أنها يعني كبير هل قدمونا وشيء دونا والله بحرفه كل مره الرحيم مالك تصالة وتحسبونه هينا والله بحرفه كل مره محال أورانا يلا بدا حرف متماثلين أي نوكو إطلاقينا حكم أهانا ما لموجل ما لإدغامي هل قدمونا وشيء دونا نعم وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يرقبا متقاربين وحكور شيخه وإن يكونا هذين نقضان لولي حرف ألفتا سلطة ثنية تقاربا كويس قدوا هذي مخرجا هل كان مخرج كويس قدويين واختلفا وإن أحسوا خلافين في الصفات تلمامهن يلقبا وحلونا ليس بمعنى يسميا وحلونا يا متقاربين أي متقاربين لبا حرف أو اسكدو أيا لأورانيا مركا متقاربين علومدو وحيكو إطلاقان أما يكو تعريفين تعريف كلا الدول مد كانوا شيخوا إنو شيخي اللذان تقاربا في المخرج واختلفا في الصفة أما وحال أورانكرا هما الحرفان اللذان تقاربا في
في المخرج والصفة مخرج كي صفة لي ويسقسوا الأوادين أما وحال عمان كرا هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج دون الصفة صدو الشيخ وإنو الشيخ انت بمركا وتعاريف كلا دون علماء كنت الماما تصالحان من لدن هو قول النون يلا وحي سقلوا ويهين هلك مخرج صفاتنا ويكو كلا تسنين قار كونا ويكمل يسنين والقاف مع الكاف مخرج كتقارب قد حياة والأبتين القاف تخرج من أقصى اللسان والكاف لكن أسفل وكي أولم جل مركا ويكوه سيسا لكن مخرج كبوس كله ويها واللام عراء وقل ربي هو كله لام عراء مخرج كبوس تقارب بأيغنا كد حياة والذان مع الزاي وإذ زينا هو كله مركا كوانا وحين أرانينا ومتقاربين وغب حرف كله وهلك مخرج أما الصفرة يسجدون مخرج كي ويكون كلا تكسنين أنت بمركا من كوي طلاقي كرنا حكم كي رمحون نقن كي هرين سوى شيئنا متماثلين أي نقص سوى شيئنا إيا كان دمبابا حكم كي بمركا إن بيت كسوى سوى قادنا أي الأغان دوننا ينشيك دوننا أو يكون أما لبالي حرفو حي هذين اتفقا كوى إسكا وافقي في مخرج دون الصفات مخرج كي واسكمد يعني يخرجان في مخرج واحد وحكى الصبحيان هل مخرج دون الصفات صفات لكن ويكوك لتقين حققا وانا وحال وحقي جنيا ولقو قرانيا بمعنى سمي بالمتجانسين لابا حرف اسم جنسيا مخرج بيك صور ربحيان ان اتفق الحرفان في المخرج واختلف في الصفات يسمي بالمتجانسين ها تصالحان هذا البيت كسرنا تعريف كشيرنا هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة والله بدا حرف مخرج اسكا وافقا كوكا لتجمر كان صفرة الباء وكذلك الميم وكذلك ها يا بني اركب معنا يركب وكذلك معنا الباء والميم في مخرج واحد هيك صباح يا صباح لكن صفات ديكار كل بيكون كل تجا متجانسين بالأورانية والذال والضاء كله يظلمتم وكله ذال مع الضاء مخرج قوس غمد صفري بمركا كوكلة تجا يعني كوانا متجانسين بالليل هذا مركا نضرب أنت أوباني أقسام تصدح ضاء متماثلين وكذلك المتقاربين والمتجانسين وحويان ككوبان هدو هذا بريمو مثلينك أما متماثلينك أما متقاربينك أما متجانسينك وحين عرانينا إدغام صغيرة فسمه صغيرة أي متماثلان صغيرة هديك متقاربينك كحرف ككوبان بريمو وكدمنا متحرك نقول محين عرانينا متقاربين صغير بن عرانينا هذي هو حوين كهراء وريمو كدبنا وحركة اسمه لبدي متجانسين كنا متجانسين صغير بنا هذي لبدو دي بحركة وبان كور الحرف الأول والثاني لبدو دي وحين ورنا وكبير أحكام تاصل مركا كالقاضم أيان هذا بكي متماثلين كي أي نصوم مرنا اذهب بكتابي وكلاء يوحي اللمد أي نوع عاصم متماثلين كهراء وريبن يهي كدبنا متحرك ويهي حكم كي سوح ونقنية الإدغام وليسكو إدغامية كي كلا أي نصوق أظني متقاربين كأها السقر مركا واو كالبحية قيب الإظهاريو يا قيب الإدغام والبؤار كرات صالحان قيبة الإدغام المتقاربين لام يرى كتب لها حرف بورو كاربة وقل رب ألم نخلقكم على عهد أحد الوجهين ذال في الزاي مركا كتب لها عنا وإذ زين ونكلم جننا على رواية حفص قرارك لقار بامركا يبو إدغاما واي تكملين السمعين إن هدبا وحكوري ثم إن سكن هدو الرينو أول كل كوكسول أركوه من المثلين والمتقاربين والمتجانسين فسميا وحضو مقع درتا الصغيرة كيكو بادي الرينو كدمانو متحركو نقضو صغير ده ثم إن سكن أي إن سكن هدو كأرهب مو أول كل كوكسون وعرقنو
ومن المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين فسمي الوحد وما قدرت الصغيرة الإدغام الصغيرة إدغام صغيرة مركا وقوم قدر وحين هذا بير عضينا إن حكم كمثلين ك متقاربين ك متجانسين ك صغير ك مع ذكر الأمثلة أمثلنا إن وشاجنا صغيرة محلول ولقلة العمل فيه هذو متماثلين هل شخون بالله قبل هذو يهي كبيرنا هل شخون بالله قبل هذو متقاربين صغيرة ويهي سغنا وحوية الله بشقا لك هل شخون بالله قبل هذو كبير ونبضنا عمل فربضنا مرك كوبات قلب بالله سمعين ثم وحوية نعدنا ولا إدغام مرك كبير ومرك صعب ونبضو عملك لقبنا شقرا مرك بضنان إنسان واي حكم المثلين أما متماثلين كالصغير كحكم يسوح ينري الإدغام تصالحان يدرككم اذهب بكتابي أينما يوجهه لا يأتي بخير اضرب بعصاك كسوام حي ومتماثلين صغيرة وكهورا ريبا إلا في موضع واحد وصدح وجهي بصوا عروري هل كان موضع يعني شيء هو الإدغامي على وجه مركب مركب الأسرة ومتماثلة صغيرة يعني كهروة وريب النهاية كدمنا ومتحرك على أحد الأوجه الثلاثة مركب الأسرة عننا مربانا لإدغاء لإظهارنا لابد وجهي كلنا مرنا والإظهار مرنا والإدغام وكلمة كرية في القرآن الكريم هذه الكلمة هل أحد منكم يحضر أو عنده إجابة نعم في سورة الحاقة ما أغنى عني ماليه هلك ها والست بكتب الصمع هلك حضين أخرين على وجه الست تلزم ماذا وحكى أو يلزم منها الإظهار ماليه هلك حضين كيف سألنا وقف اليوم نفتي قابلنا وحكى لازم الإظهار ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية حضين سمعين إدغاما وصلنا وينكرنا وعرنا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية لبدا صدح ذا وجبة وإنه بالنامية موضع عمويا انت كلا وحويا ولا إدغاميا ولا فهمان منين وذلك كون السكت بمعنى ويكل لازم سلطانية الإظهار وهي حكم كاللبار متقاربين كالصغير كاين وقالنا متقاربين صغير متماثلين ككبير كحكم كيسمحوا مقام الإظهار عند رواية حفص أو عند جمهور القراء مركا لقر يابو إمام السوسي اللي يقانا وكذلك يعقوب الحضرمي من الطيبة انت كلو بنبا وإظهارنا يعني مركا واحد الله سبحانه سادون متماثلين ونقض كبير تصالا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واعتدنا كذب بالساعة وكذا لمن كذب بالساعة سعيرا كذب بي وكذلك يعني اللي بحرف متماثلين واسكحقا واللي بضو حركي سني ولا كلام وجن وايا إدغام كي صغير متقاربين كصغير كحكم كي سبحون نقض الإظهار تصالها قد سمع الله إذ جاءوكم كذبت ثمود إلا في مواضع مخصوصة يكون حكمها الإدغام تصالها وقل ربي ومواضع مخصوصة بل ربكم وحيانا لغسوا الرابية بل رانا لوجود السكت سوان هريبة مركا ينكسوا شاكين إني لامتا فعل كاين بسوا شاكين وايهي نوع اللبان القاف مع الكاف وهم متقاربين كي ألم نخلقكم أوكلا يلا لما حقوب بنام لبوج الإدغام الكامل وكذلك الإدغام الناقص ألم نخلقكم كاسانا مشهورة والمقدم في الأداء وكذلك الإدغام الناقص وصفة الاستعلاء للقلقلة مركا الله الصغي أولي دارو ألم نخلقكم من ماء مهين أن الصلاة وآخر النوم صفة الاستعلاء أين الرئيب النوم
وكذلك قيمت ينقصه قارن إدغام كوكولا في الياء والوا والراء أحكام نون الساكنة مركين مريني واي لا متعريف أيضا أول مسوق قارن متجانسين كمركانو بدوبنا الصغير كان الصغير أربعة نين لدوب الساقو حكم كيس هو الإظهار عموما سجود لكن مواضيع حاجرة يسمى مخصوصة ولا إدغام لكن متجانسين صغيرة أو رواية حنص مركة للجوغاء والله كلام موجن حتى جمهور القراء موجن كلمات كان الشيخ دون تصالة فاصفح عنهم وقول سلام فاصفح حرف كي وري حادي وكا ووري بني عنهم وانك موجن هنا لما راح حرف نوعس المخرج الحاء والعين لكن مع كوكلة تجين صفرية المامتي أيا بكوكلة تجين وايا مواضيع مركة مخصوصة جرتوه يد حكم كيد ونقونا يو الإدغام تصالة قد تبين ها قد تبين قد تبين الرشد جمهور القراء ساسود غامه الا المسيب قد تبين قد تبين وطرق امام نافع كوشيغي اي هل كانت كبرى السنانسة قد تبين قف اخر يداد ارتد وروح ضاري حصدتم تواعدتم واي الثاني الدال تصالحان فلما اثقلت دعوى الله أجيبت دعوتكما قرآن كان الله بدأ مثال بأمرك الله هلا تصالها كلا التامع الطاء فآمن الطائفة ومتجانسين والسكوت غامية هم الطائفة إذ هم الطائفتان الذال مع الظاء يدنو السكوت غامي إذ ظلمتم نعم الثامع الذال تصالها يدنا يلهى ذلك في سورة الأعراف ولا يوجد غير هذا الموضع في القرآن والذال الثاء أي حرف الذال وكذا بدعي إمام حفص وكمل يهي من المدغمين لكن بعض القراء ويموجن يلهث ذلك مركاوي سواروتي يلهث له دار جهالة والمواضع الخمسة نصوش يغني وحويان متجانسين حكمها الإدغام بغير غنة واي موضع كلا أيضاً أن قدر إنه الباء مع الميم تصالان اركب معنا موضع ما القرآن قصه روري كان ولا إدغام يا برواية حفص عن عاصم اركب معنا قرآن قال كوري يقول موجزة ولا أركب يا وفركب هدى بر قريب بخلفهم بكلهم كما ضاع كواسنا وقولا واحدا ابن عامر كما ضاع جاء هؤلاء لهم الإظهار هو كلنا الإظهار والإدغام وبقية القراء بما فيهم حص الإدغام اركم معنا موضع التطبال المتجانسين ككمدة والطاء مع التاء هذه الطاء مركة أي ساكنة نقطة قبل التاء متحركة ولقو إدغام إذن إدغاما ناقصا طاء ضيما مركة ريبا تابع كذا بدأ إعلان محيط صفة القوة أيام إلى إذا طاروا مركا تأذي القوة الإدغام مايل أحدت أرمس أحدت لا أحبت أحبت ولذلك علماء الضب أهملوا التشديد على التاء مصحف كادات فرتدكو أركميس التاء يعني التشديد لماذا؟ لأنه لا يدغم الطاء في التاء إدغام المحضر ها حرف القوي حرف الضعيف إدغام محضئة أو برحلة لهم إدغامي فردتم أوكالي بسطت في سورة الوحويان العقود بمعنى سورة المائدة كوا إيضا والإدغامي لكن إدغام ناقصة بدون غنة أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وفهمنه بالمثل بالمثل وحقول أو حرك هذه الحركة يوم الحرفان اللي بدي حرف ومدغم كي يمدغم فيه أما متماثلين هالنقضان أما متجانسين هالنقضان أما متقاربين في كل قوك الصين وصوى الشيغنين ومن المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين فقل وحات الأذانيا كل مذكور كان صوى الشيغنين كبير وفهما فهم كله يعني باقي السرورين ومتماثلين كي متقاربين كمتجانسين وحات كفهمت بالمثل تصالح تصالح كفهم كرتا حضيك له وساكا بحلاق من انت اي مشيغني مركا قف واينو سفي عن مركا والى الاولى الصعوده مركا تنبيهات كله ايا مركا جرا او لو درو او باق شيء متماثلين متقاربين
يو متجانسين كوكالو مطلق الإيدادات مطلق يو متباعدين حكم كوبون وإظهار اختصارا للوقت واي أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو أقسام المد قال كان إنه وشه كان يو حكم شاكو والمد مد أصلي من أصل لو أنا يو لو نسبي يو فرعي يو مد أو فرعي لو أنا أيا له أصل ناري مركا مد أصلي قاها ومد كان فرعي قا أيا كفر عنايا كفر عمايا كأصل قا مركا مد كل بلا قي وضبو كلا بحي إما أن يكون أصليا أو كي طبيعي قاوي وإما أن يكون فرعيا وسمي وحاتي لا ضغط أم عدرت أولا وككوبالي أصل قا طبيعيا ل وهو كطبيعي تعريف نصاريا ما ومد كرد لا توقف أي لا يأتي أن كو إيمان أم كو الساقين له مدكاس على سبب أن كو إيمان من الأسباب أسباب تي مدك كينس كما إيمان يوم ولا الحروف حروف تينا تجتلب لسو جيدا كريمايو بدونه أي بدون هذا المد ولا الحروف حروف تينا تجتلب الرؤية أن كريماي أن لسوجي إذن كريمايو بدونه أي بدون هذا المد إذن هذا المد يسمى المد الطبيعي أو المد الأصلي أو الذاتي انت بمرك أول إلى هذا تعريف في سنوح ونقنية الذي لا يتوقف على سبب من الأسباب كهمز أو سكون مركا مد كان طبيعي أوحى إلى هذا أما أصلي لا تقوم ذات الحرف إلا به أي أن ذات الحرف المد توجد بوجود المد الأصلي ذات الحرف بأوحى الله رياضة إن له لمدك أصلك هدو الزولنا مدك أصلي يدينا ماشي ومدك ماشي مركا وأو كالزولية ولذلك سمي بالمد الذاتي المد الذاتي هذا مقشب وكان طبيعي تصالحان قال حرف مدك أعطينا كجرنا وألف داي أوحى في عنين وصور مريح حروفتي مدك ساق قرن حروفتي مدك وصدح والواو الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها صدح ذابا لإلالة حروف تمدك الثلاثة هذا من متكون الدين لوايو قال هذا ألف تكجمنا يعني إذا تدي حرف كما كلمت بن يدي من سحنان كرتا ميا قال بين قرصا وكذلك يقول وكذلك قيل إذن هذا هو المد الطبيعي ويمد بمقدار حركتين وحانا لما ذا مقدار قن لبا حركة لبا حركة وحويا لبا حرف ومتحركة زبنك ومصغرق وقوصها انت الله صحونا ايا لما ذا تصال عن بابا مركا الله صدر الزبنك ايات قال قال هكذا قال الله وقال الله إني معكم وقال الله لكن فلا تجعلوا لله أندادا كدير المسلم فلا تجعلوا نور المسلم تجعلوا لله مدك لبا حركة ومجيلسة لبا حركة قاركود علمته وحيقوت المامان لبضا فراض انت أرسول لابس أما لابس وتقريب لا تحديدا وضدك يكل دوني وقفوا على غيابة الدجية وقفنا مركة إنه بطء وكهف سانت على غيابة إذن هذا المد بمقدار حركتين أي الجيلية السجي وهذا ينصي تعريفين يا ولي بل أي حرف اسكما داف إنه مدك السبب كي ما دور قولي أي حرف حرف كسور غير الهمز أو غير الهمز بمعنى سوى همز أن همزة هين أو سكون أما سكون هين الرابنين أو جاء بمعنى إن جاء دوي مادو بعد المد أي بعد حرف المد مد حرف كيس كدب دوي مادو فيكون الرقم ها الطبيعية فيكون المد مد كاسم حرسك بدري طبيعي فيكون الطبيعي مد طبيعية وحكوش يا ضابط أكو قرتي والمد كطبيعي كما أصل إلى مرة بتاع وكين همزة نكدم بين سكون ونكدم بين كاسا لإذا رام حي مد طبيعي أما أصلي انت صب شيخ وقوف شيخ وايا والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة والآخر والمد الآخر مد مد كالله الفرعي
ومدك فرع قال إدارة موقوف وحوك سلام وكؤمنا يا على سبب أو كهمز همزة كافتر ستي تشبيه يدمان كهمز همزة أو كلا أو سكون مرابنين أو كلا يوح كلا إن الجرام بل واستقصائية بل إلى استقصائية ويكد الصوان صار مثال الذي بمعنى كهمز همزة أي كؤمن أو سكون وكؤمنا يا مد كاسي مسجلا يضع لك لقاط قارين أي مطلقا نعم بمعنى سكون كاسة أما أصل هالنقضة أو لازم كيها أما هالنقضة السكون عارضة همزة سيدنا مطلقة سوى وكل دعي همزة أما مدكيها كهر مرتو أما هكذا مرتو مدكا سوى فرعي همزة أما أنت تقدم على حرف المد مركا بدل بيسكو بدلي أما هكذا ما يصو لبدي مدى متصل كيه إيو منفصل كيها قل بعضو والله بمد ما لبمد بي شمسته أما صد أحمد سكون كينا كالقادي نوع سكون عارض أما هالنقضة أما سكون لازم أو أصلي هالنقضة مسجلا تمرك ساسو كوضا وأنا مدكي فرع لها حروفه ثلاثة فعيها من لفظ أو في لفظ واين أو من لفظ واين وهي في نوحيها وحقول حروفه هو مدك حروف تيسو ثلاثة وصدح تينو صوشغن فعي بمعنى حفظها ثلاثة داس وهل كان كحفظها من لفظ دوقات كل واقس واي حروف تمتك انت سوق جلي واي وواو وكذلك ألف والياء واي بارك الله جميع وهي ثلاثة سنة مجموعة حلوب وكل مية في نوحيها مع شروطها نوحيها أي لبوء الرئي وكا ووي وحكوه ريا ضمة حيها يا أدوي ريبانتاي كسراتو الرئيسة ألف تين وتا ها وتا وحكوه ريانا وحرف مد وحويا فتحة مجيدة حروف دي مدكي مركا انتا سيكو غفصو كور ميسا والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم والكسر حاصلك أيا شرط قبل الياء يأذى كهر وضم مع شرط معها قبل الواو وهو ذكر أن معها شرط إن لجود وفي رسالك والكسر حاصلك أيا شرط معه وهل هو شرط وياه قبل الياء يأذى كهر هذه من الربوية وقبل الواو ضم وضم بان شرط يرنا قبل الواو وهو ذكرنا وحن شرط إنه حرف كوري مضموم النقض مركز سكر وفتح قبل ألف يلتزم ويلتزم وفتح كردك أي يلتزم ولا لازم ولا لازمي قبل ألف أي قبل ألف لام تربا ولضرورة الشعر شعر كان مركز كجرا انكسار ما كنا عيا مركا واو ريبي ألف تكهر يرى فتحون ما حانس شرد وما هم هو لازم يرى لازم ويا أو وورا يرى روحة سرورة روحة كهر ريا إنه مفتوح والنقطة ساد رادد وشرد كون أما الألف فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحا نعم وإنت أنا قصو قاضني مركا آيات نوحيا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك في سورة هود نوحيها إليك وهكذا واللين وحروف اللين مكعبه حروف اللينك ومنها ثلاثة مصوشة من هي حروف تمتك كمدها الياء ويا يا وواو يا واو أو سكنا الرابع أما سكنا الرابع حروف اللينك أما حروف اللين والواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها مركز الشيخ كوري وإن أعلم هذه الموجيه انفتاح كردك قبل كل كوكا صلاة أركو يأذي وودا كهر هذه الموجيه انفتاح أعلن هذه الموجيه مركز المقنع لين وواو ربا وكذلك الياء ساكنة المفتوح ما قبلها كخوف وبيت مركا بيت وكذلك قريش قوم خوف في العون وتبجلها مدكاس مركا لحريريها دي لقوسة ودي مدكي حكم قوس بدلي ومحونا قنايا مد عارض للسكون هذا خوف مركا أحكامتي
مد العارض بات كدريرين وأهيد صدح ثلاثة القصر والتوسط أو إشباع ما بالتدلي إشباع قصر إشباع توسط قصر مركا إنا لازم تنبع في عن هالترتيب وهو حلو لو يقانو تساوي المدود مركا هالكا وحن برارو جنيا حديب الوآمنه من خوف أي نحريرين هنو أما بيت أما قوم إيا خوف مين مدينة مسمم مدينة تصال عند الإيلة في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت حتي نصوح لنا هل هناك فيه نوع من المد أم ما فيه مد وحاكو جربين العلماء نوع من المد هدينا مد باكو جرى حركتين بدك اللازمين لكن مد المد أو نوع من المد سهولة ما وآمنهم من خوف خوف مولاسا خوف إن رؤو المدى أي مركة هل كاكو جريسا هل كان وحينا وقول الماضي أقسام المد وحينا وقول كلا بحي اللبر أصلي وكذلك الفرع هل كاسو مركة شيخ وكسي ولدوانا أحكامتي مركة مدكة حكم كان مدكة اللبار ينقاض أنه فرع أمبا ينسيل دبسو عندونا وصدح حكم يالندونا وأه الوجوب وكذلك اللزوم والجواز مركا درس عبين دنبه أيان إن شاء الله تعالى كو قبين دوننا كتابك وحانا انت قدر أيان إن شاء الله تعالى قف لمنع صحي في ذيو وإنك إنك مذا قف لي وروسي هينا مراجعة ومقون قف كي أنا نهينا سقونا حصور دياريو لباتنا باتنك بيدا مبقلي وكذلك امتحان بير مقارد دونا امتحان تحريريا رسول دياري دونا قف لبا ولو دي برتاسو فريسا وأنا لا إلالين كدبنا وأوكا جوابي جوابتي سمقعة هي تاريخ ذوك قري كدبنا ولا قربا ها ما دوني كي وحيابان سكا لي تأيابا امتحان لقاد صوما هذا هو أحق كان كم مضن وكفي عن وحكم مضن ما قرنسي ما جرت لأن محايا لكتاب كي إلهي أيابا وخدمينا وصلة ولليه مركا قف ولا مقوطة لقل هبين قسال ورقم ما هيو وهبين دنباء هبين كوحكتا إن أول صوف الرسالة في امتحانك ما تريد بقى تقن الصوم ما تريد ما تريد جاي قال امتحانك مرك الله يطمناتك يطمناتك ولا سلم سوجي امتحانك شهادة قال هو قال لي كنا وين سوجي ده ترى هاي الحكم كي دوا محل كنا سووا نقنية ما كان محل كده هذا كان وا قلما كان وا أيو كان ما وين صوف سوكرس ها وحياه كلا وات كلا تقنين لكن تم أي كم مهم سنة مركا هبينك هبينك أفراد هبين دمما من هبينك الصدحات إن شاء الله تعالى امتحانا ينقصوا طلبنا وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.